نصاب كرة القدم، الخدعة التانية. القيصر كارلوس هنريكي وصل لنادي بانغو البرازيلي وأقنع مالك النادي الثري بإمكانياته، بس الأزمة حصلت لما وضع المدرب اسمه في قائمة مباراة بسبب النقص العددي من اللاعبين. بدأت المباراة وهو على مقاعد البدلاء، فريقه متأخر في النتيجة وسط هتافات غاضبة من الجماهير في الملعب، فطلب منه المدرب إجراء عمليات الإحماء. وقتها فكر كارلوس في طريقة يهرب بيها من المباراة، فافتعل مشكلة مع الجماهير الغاضبة أدت لطرده قبل ما ينزل الملعب، وقدر يهرب من المواجهة التانية. المفاجأة أن النادي جدد له عقده بعد المباراة بسبب حوار عاطفي مع المدرب. المدرب استدعاه للتحقيق، ومع بداية كلامه كارلوس قطعه وقال له: والدي توفي وأنا صغير، والنهاردة ربنا منحني أب جديد هو أنت. حط نفسك مكاني، هل كنت تقبل حد يسب أبوك؟ لو عاد بيه الزمن هكرر نفس الفعل تاني. المدرب تأثر بالكلام وبلغ الإدارة بتجديد عقده. في الحلقة الجاية هنعرف إزاي مر القيصر من الخدعة الثالثة.